صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله. لي عندكم رجاء في نهاية الكلمة، لي عندكم طلب ورجاء وأمنية، ونحن في مجموعة من الأفراح، في مجموعة من المناسبات، التقاء الأحبة غنيمة، لقاء الأحبة غنيمة، لقاء السادة الرفاعية والطرق الصوفية الصحيحة المخلصة التي قامت على العلم غنيمة عظيمة. وفي مولد سيد البرية، هذه الأمنية ما هي؟ أن أستغيث أنا وأنتم برسول الله، وأن نتوسل وأن نناديه وهو حي في قبره يسمع سلام المسلمين عليه. ومن كان بعيدا عن قبره، من كان بعيدا عن القبر الشريف، الله تعالى وكل ملائكة كراما يبلغون نبي الله سلام المسلمين عليه. الله قادر أن يسمع نبيه وهو في القبر، الله على كل شيء قدير. أنا وأنتم سنستغيث باستغاثة الصحابة في يوم اليمامة، حبا برسول الله، شوقا لرسول الله، تبركا باسم رسول الله، تبركا بمحمد، تبركا بمولد محمد، تبركا ببركات وأسرار وخيرات ذكرى مولد محمد. أنا سأقول يا محمد، وأنتم بصوت واحد تقولون أغث أغث. لا تخجلوا، لا تستحوا، نحن عيوننا فداء لقدمي محمد، بل أعناقنا، أعناقنا، رقابنا، عيوننا، أمهاتنا، آباؤنا، أبناؤنا، أموالنا، أرواحنا، فداء لقدميك يا محمد، فداء لقدميك يا رسول الله. لا تخجلوا يا محمد. رسول الله، أعيدوها جماعة بصوت.